بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ علي الطنطاوي وأخوه ناجي الطنطاوي لهما كتاب ساهما في تأليفه معا، وهو كتاب أخبار عمر وأخبار عبد الله ابن عمر. الطنطاوي الشيخ علي الطنطاوي له كتاب عن أبي بكر الصديق مستقل، هو الذي ألفه، ثم بعد ذلك رأى هو وأخوه ناجي أن يبحث سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليذكر أخباره. والحقيقة أن عمر بن الخطاب الفاروق المحدث الملهم شخصية عجيبة، شخصية بحاجة إلى استكناه وإلى قراءة جديدة، إلى معرفة هذه الأخبار والتعليق عليها. كيف كان وضعه قبل الإسلام ومنزلته من قريش، ثم بعد ذلك وقت إسلامه كيف كان وضعه في الحياة المكية، ثم كيف كان وضعه في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هو يعني أحد وزراء الصدق النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر، صال صولة وجال جولة وأصبح له منزلة عظيمة عند أبي بكر، وكان رجلا شديدا وقويا في الحق، وربما كان في أبي بكر اللين وكان فيه قوة وشدة. كيف تغير عمر رضي الله عنه بعد الخلافة؟ ما الذي حصل لهذا الرجل القوي الشديد حتى أصبح رقيق القلب وحتى أصبح رجلا سهلا يخاف من الله عز وجل أن يجوع شاب أو فتاة أو امرأة أو رجل أو طفل أو أن يعرى أو أن ينقص عليه شيء، وكيف تحمل هذه المسؤولية العظيمة؟ كيف كانت إدارته لهذه الدولة المترامية الأطراف، دولة عجيبة جدا، كانت أكبر دولة في ذلك الوقت، وكان يديرها هو نفسه بمركزية عجيبة، لكنها مركزية تعتمد على أسس عجيبة جدا. فهو قد أرسل الولاة وجعل لهم فوض إليهم ما يفعلونه في أمر الناس إلا في أمور، فيقول لهم افعلوا ما شئتم على حسب وفق هذه الأشياء ويعطيهم هذه الأمور، أما فيما يتعلق بالدماء ونحوها فإنكم تراجعونني كل سنة في الموسم. كيف كان يعرف أخبار هؤلاء الولاة؟ كان يرسل إليهم أصحابه يتقصون الأخبار، وكان أيضا يحج كل سنة رضي الله عنه ويأمر من كان عنده مظلمة وكان عنده مشكلة من أنحاء هذه المملكة المترامية الأطراف أن يأتي إليه في موسم الحج. كان يحاسب عماله أو ولاته محاسبة عجيبة. كيف كان هو في تعامله في بيته وأهله؟ كيف كان تعامله مع الناس؟ كيف كان خوف الناس منه؟ كيف كان خوفه من الله سبحانه وتعالى؟ تسقط هذه الأخبار الحقيقة من مضانها ومن غير مضانها أمر جليل قام به هذان الرجلان، أعني بهما الشيخ علي وأخوه ناجي الطنطاوي. كيف كان تعامله مع غير المسلمين، خطبه، لباسه، معاهداته التي وقعها، تحقيق بعض المواقف بينه وبين بعض الصحابة. بعض الناس كان يقول عمر رضي الله عنه ما الذي بينه وبين فلان من الناس مثل خالد وليد أو غيره، حققوا في هذا الكتاب تحقيقا جيدا، مع أنهم في الغالب لا يذكرون شيئا كثيرا من عندهم، وإنما ينقلون بشكل جيد، وإنما يذكرون عناوين فرعية، لدرجة أنهم وصفوا كل شيء في حياته حتى ما يتعلق بنومه، متى ينام، متى يستيقظ، وكيف يلبس، وطريقته في التعامل مع أهله لما يهديهم الناس الهدايا فكان يمنعها عنهم ويقول إنكم يعني لم يفعلوا ذلك إلا لأنكم أهلي، بل حتى دعاؤه الذي أثر أنه كان يدعو به وطريقة عبادته، حتى ذكروا الأشياء ما يتعلق بهيبة الناس له، حتى كبار الصحابة كانوا يهابونه، وكيف كانت طريقته رحمه الله في أو رضي الله ورضي رحمه الله ورضي عنه في تعامله مع أولاده أيضا كذلك. من الأشياء المهمة في سيرة عمر ما يتعلق بالتحديث أو الإلهام، وأنه ربما تكلم بالكلمة فنزل القرآن موافقا لرأيه، فذكروا هذه الأشياء التي نزلت القرآن موافقا لرأي عمر، مثل الأسارة ومثل الحجاب ومثل الاستئذان وغير ذلك من الأشياء، أو كذلك الخمر. الحقيقة أن عمر رضي الله عنه سيرته سيرة عجيبة جدا، وورث جزءا كبيرا من سيرته لابنه عبد الله، الذي جعل المؤلفان في آخر الكتاب شيئا من سيرة عبد الله بن عمر، لأنه كان كما تقول عائشة ألزمهم الأمر الأول، وكان رجلا بعيدا عن الإشكالات وبعيدا عن المؤترك الحياة السياسي، ورجل يدخل فيما دخل فيه الناس ويعتمد على
على طاعة الله والابتعاد عن الإشكالات الأخرى وعن المنافسات الدنيوية حتى لقي ربه. إذن هذا الكتاب اللطيف والجميل الذي جمع كثيرا من أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر هو للطنطاوي علي وناجي، وكتابنا في هذه الفقرة هو مرجع مهم الحقيقة فيما يتعلق بسيرة عمر. والكتاب طبع أكثر من طبعة، التي بين يديه طبعة نقحها المؤلفان وكتب لها الشيخ علي مقدمة جيدة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الكتاب أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر للطنطاوي الأخوين علي وناجي. فقرة قادمة، دقيقة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.